بالتعاون مع شركة أوربكس العالمية، أطلقت شركة أجياد للأوراق المالية خدمة التداول في البورصات الأجنبية في حفل حضره كل من هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي ومجموعة من البنوك الأردنية ومتداولو العملات في الأسواق المالية والعالمية الأسبوع الماضي. شركة أوربكس شركة قبرصية تم إنشائها عام 2010، مرخصة من واحدة من أعلى ثلاث هيئات رقابية مشرفة على عمل التداول الإلكتروني في العالم، هي هيئة السايسك، هيئة الأوراق المالية القبرصية. كذلك شركة أوربكس مسجلة في الاتحاد الأوروبي كشركة وساطة مالية، بالإضافة لتسجيلها في هيئة FCA، هيئة الخدمات المالية البريطانية في لندن. من خلال شراكتنا مع شركة أجياد للأوراق المالية صممنا برنامج جدول ورش عمل بشكل أسبوعي لكافة المستويات، ابتداء من المستوى المبتدئ والناس الجديدة على الأسواق المالية حتى المستوى الاحترافي اللي بوفر استراتيجيات تداول متقدمة للناس اللي عندها خبرة سابقة في التداول في الأسواق المالية. جدول ورش العمل راح يكون مستمر بشكل أسبوعي ما بين مستوى أول ومستوى متقدم. وتخلل الحفل الذي قدمته الزميلة نادية الزعبي كلمات لممثلي كل من شركتي أجياد للأوراق المالية وأوربكس وهيئة الأوراق المالية، تلاها محاضرة بعنوان الذهب بين حرب العملات وتحديات العملات الرقمية للسيد أشرف العايدي. إحنا اليوم عمالنا من أمن أو نسعى إن نأمن أكبر قدر من الطمأنينة للناس من خلال إنه إحنا نأمنهم شراكة استراتيجية مرخصة من جهتين خاضعات لجهات رقابية، هم أجياد اللي بتخضع لهيئة الأوراق المالية بالأردن، ومن خلال أوربكس اللي هي إحدى الشركات المرخصة من سايسك هيئة الأوراق المالية في قبرص. إحنا تعليماتنا استندت على التركيز على التقليل من المخاطر من خلال إنه بدنا نوفر للعميل شركة محلية مرخصة بوضع مالي ملائم بكفالات بنكية تقدم للهيئة، من خلال توفير أشخاص بهاي الشركات قادرين على إنه تكون الأمور يعني من قبل أشخاص فنيين معتمدين من قبل الهيئة، والأهم إنه نوفر لهم طرف خارجي مرخص. أنت لما بدك تحول فلوسك أنت بهمك تروح لأمان. وتعد شركة أوربكس العالمية واحدة من أهم الشركات الرائدة في عالم التداول الإلكتروني والمتميزة بموظفيها المحترفين والجديرين بالثقة، كونهم يتميزون بمصداقيتهم العالية وعملهم الجاد. أوربكس من 2010 موجودة في قبرص، ويعني 8 سنوات تقريباً خاضت كثير من التجارب وكثير من صار عندها كثير من الخبرات، فيعني هذا اللي بنحاول هلا نسويه في سوق الأردن، إنه يعني نعطي من بعض من خبراتنا ومن بعض من الأشياء تعلمناها بهالثمان سنوات لهون للسوق الأردني وللمستثمر الأردني. لله الحمد امتدادا طبعا لمكتبنا بالكويت وبنغلاديش والصين وأندونيسيا، بدأنا الآن برضو فتح مكتب بشنغهاي بالصين، وأيضا بدأنا اللي فتح كمان مكتب في 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 القاهرة أيضا، بالإضافة طبعا 2018 لمكتب عمان في بالشراكة مع شركة أجياد الوساطة الأوراق المالية. إحنا كهيئة أوراق مالية إن شاء الله عم نشتغل على تطوير كمان التعليمات كلياتها اللي لها علاقة في البورصات الأجنبية واللي بتشتغل عليها الهيئة والأنظمة الإلكترونية، بالإضافة لتطوير الدورات التدريبية اللي رح تنعطى للأشخاص العاملين في البورصات الأجنبية والمحلية. إحنا إن شاء الله كمان رح نضلنا نوسع في الدراسات تبعتنا عبين ما نقدر نوصل لمصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ورح نشتغل إن شاء الله بشكل كبير على موضوع المواضيع الجديدة اللي عم تدخل على هاي الأسواق. وتقدم شركة أجياد للأوراق المالية مجموعة من الخدمات المالية المرخص بمزاولتها من قبل هيئة الأوراق المالية كخدمة الوسيط المالي بالعمولة والوسيط المالي لحساب الغير وغيرها الكثير. وتتميز شركة أجياد للأوراق المالية برؤيتها المتمثلة بممارسة أعلى معايير الأمانة والمهنية في العمل والتعامل مع عملائهم.